تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، أصبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. أرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي. اليوم معنا في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع دائما وأبدا الأستاذ أيمن سرحيل. وفي التقديم معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، تقدرون تتواصلون معنا على الأرقام التالية 6005514114، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. حلقتنا اليوم متنوعة وعديدة ومتنوعة وفيها الكثير من المعلومات المفيدة. اليوم راح نتحدث عن الجفاف، شو أسبابه ومخاطره بما أن احنا دخلنا في موسم الصيف، وأيضا راح نتحدث عن قسم الأمراض العصبية في مستشفى راشد. لكن قبل كل هذا بناخذ خبرنا اليوم اللي هو يقول كيف يؤثر الإنترنت على الصحة العقلية لكبار السن. خلصت دراسة علمية نشرت خلال شهر أبريل الماضي بمجلة الرعاية الصحية إلى أن الاستخدام المتكرر للإنترنت من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و75 كان مفيدا للصحة العقلية خلال فترة الإغلاق التي صاحبت جائحة كوفيد-19. وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة ساري الإنجليزية إلى أن أولئك الذين استخدموا الإنترنت بشكل أكبر من أجل البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب وأبلغوا عن جودة حياة أعلى. وتعتبر الوحدة والعزلة الاجتماعية من المشاكل الرئيسية للكثيرين في ظل الإغلاق الذي نتج عن جائحة كوفيد-19، وبالأخص لكبار السن، إذ ترتفع مع الوحدة خطورة الإصابة بالاكتئاب والنتائج الصحية السلبية الأخرى. لكن الدراسة أكدت أن الاستخدام المتكرر للإنترنت لدى كبار السن قد ساعد في تقليل هذا الخطر. وتابع الباحثون 3491 مشارك في الدراسة أثناء تدابير التباعد الجسدي في بريطانيا، في حين تم مسح المشاركين استنادا إلى وتيرة ونوع استخدامهم للإنترنت، مثل البحث عن المعلومات أو لأغراض الاتصال. فهاي الدراسة تأكد الكلام اللي احنا نقوله مستمعين الأعزاء، ان صحيح احنا كنا لازم ندير بالنا على كبار السن ونحافظ على تباعدنا الجسدي معهم، لكن استخدامنا للإنترنت للتواصل معهم بالإمكان ان يقلل من شعورهم بالوحدة، وبالتالي يقلل إصابتهم بالاكتئاب. ومن خبرنا لليوم ننتقل إلى اسم الجناح اللي كلنا صرنا متعودين تعطينا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور والسلام عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. أتوقع اليوم عندك خبر جدا مهم حقنا، صح؟ من الأخبار اللي جدا مهمة واللي تم نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي وأيضا في قنوات الإعلام، هي صحة دبي تبدأ بتطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة بلقاح فايزر بيونتك. شوي يعطين بعض المعلومات إن وبعض الأشياء اللي نحن حطيناها في النشرة. من أهم الأشياء اللي تنصح هيئة الصحة في دبي أولياء الأمور ممن لديهم أبناء يعانون من الأمراض المزمنة،
والذين يقيمون مع كبار السن والأفراد غير القادرين على أخذ التطعيم لأسباب صحية بأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن. هيئة الصحة حددت ثلاث فئات ذات أولوية في هذه المرحلة لتطعيم فئة 12 إلى 15 سنة، وهي أصحاب الأمراض المزمنة من الأطفال أو اليافعين. رقم 2 الأشخاص المقيمين مع الفئات المعرضة لخطر الإصابة بكوفيد 19 مثل كبار السن والأشخاص اللي هم معرضين لخطر الإصابة والمضاعفات. صحيح. وأيضا الأشخاص اليافعين والأطفال المقيمين مع الأشخاص المقيمين مع أسرهم الغير قادرين على أخذ اللقاح لأسباب صحية، هم الفئات اللي مثل ما نحن نعرف المستثنى من أخذ اللقاح. فهذول إذا كان في أشخاص من هالثلاث أشخاص في المنزل أو من هالنوعين مثل اللي ما يقدرون يأخذون أو المعرضين لخطر الإصابة، وهناك أطفال بين 12 و15 سنة موجودين، وايد مهم أن هذول الأطفال يكونون يعني يأخذون ولهم الأولوية في أخذ اللقاح، لأنهم ممكن ينقلون يعني ينقلون الفيروس لأهاليهم. أيضا من ضمن الفئات المستثنى في الوقت الحالي اللي حاطينها حالات الإصابة النشطة مثل ما نعرف دكتورة، اللي موجودين لمدة يعني في فترة العزل الصحي سواء الأطفال أو الكبار ما يأخذون اللقاح إذا كانت الحالة بسيطة أو بدون أعراض، عقب ممكن يأخذون اللقاح بعد انتهاء فترة العزل الصحي اللي هي 10 أيام. صحيح. إذا كانت الحالة متوسطة أو شديدة وكان يتطلب أن الشخص يكون موجود في المستشفى، فالأفضل دائما أنهم يستشيرون طبيبهم المعالج عن إمكانية أخذهم اللقاح ومتى يقدرون يأخذون اللقاح. أيضا الذين تلقوا علاجا تخصصيا نتيجة إصابتهم بمرض كوفيد، هذول أيضا اللي كانوا في المستشفى وخذوا علاجات مرتبطة في مرض نتيجة إصابتهم بالمرض، الأفضل أنهم يستشيرون طبيبهم قبل حد الموعد. أيضا اللي كان عندهم ردة فعل تحسسي وفوري لمكونات اللقاح اللي كان يعني خلال 4 ساعات ردة فعل تحسسي سواء من مكونات هذا اللقاح أو مكونات من لقاحات سابقة. صحيح. بعد من ضمن الأشياء اللي كانت مهمة واللي تم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي، المعلومات اللي لازم على أولياء الأمور تقديمها لمقدم الخدمة في مراكز التطعيم، اللي هي أنه لازم آخر 3 أيام ما يكون في حمى أو أعراض مرضية، تاريخ المرضي للطفل، وإذا كان عنده أي أمراض مناعية. خدمة التطعيم للأطفال مو موجودة في كل المراكز التطعيم، تم تحديد مجموعة من المراكز اللي راح توفر الخدمة لفئة 12 ل15 سنة، واللي هم مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، مستشفى حتى، مركز المزهر الصحي، مركز زعبير الصحي، ومركز البرشاء الصحي. هذول الأشخاص اللي يرغبون بحصول على التطعيم في هاي المراكز ممكن أخذ الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بالبيت. بالنسبة للأشخاص اللي يبون يأخذون التطعيم، أيضا هناك مستشفى الجليلة التخصصية للأطفال أيضا يوفر خدمة اللقاح للفئة بين 12 و15 سنة، ممكن حجز موعد من خلال التواصل من خلال قنوات المواعيد الخاصة بمستشفى الجليلة. تقريبا هاي الأشياء الرئيسية. ونحن اليوم راح نحط أيضا معلومات لأولياء الأمور حول الأسئلة، وصلتنا مجموعة كبيرة من الأسئلة حول بعض الأمراض وبعض الأمور الخاصة بالتطعيم وبين لهاي الفئة العمرية واللقاح، وراح نجاوب عليها إن شاء الله خلال اليوم في قنوات التواصل الاجتماعي. فنتمنى منهم أن يتابعونا قبل يعني خلال اليوم في معلومات وايد مفيدة لهم. والأهم من هذا كله، جميع مراكز هيئة الصحة تعمل بنظام المواعيد المسبقة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معانا أسماء الجناحي وعطتنا خبر الساعة، اللي هي صحة دبي بدأت بتطعيم الفئة العمرية من عمر 12 سنة لين 15. طبعا هذا القرار أصدر بعد ما أجازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات الاستخدام الطار للقاح فايزر بايونتك لهذه الفئة العمرية اللي هي ما بين 12 و15 سنة. وطبعا هذا القرار كان بناء على نتائج الدراسات السريرية إلى جانب التقييم المحلي اللي طبعا يتوافق مع اللوائح الرسمية المعتمدة في الدولة. فمستمعينا الأعزاء، اللي يعني
يقيمون مع أشخاص غير قادرين على أخذ اللقاح بسبب أسباب طبية، أو اللي يقيمون مع الفئات الأكثر عرضة لإصابة بمضاعفات هذا المرض، أو إذا كان الطفل نفسه من أصحاب الأمراض المزمنة. إحنا نعتبر هاي الثلاث فئات الفئات الأكثر أولوية، ودائما إحنا نشجعهم ونقول لهم من الضروري والمهم إنهم يحصلون على هذا اللقاح. ومثل ما هناك فئات إحنا مستهدفينها، هناك أيضا فئات مستثناة، ومثل ما نعرف الفئات المستثناة هي فئة جدا قليلة اللي هم حاليا مصابين بكوفيد أو اللي حصلوا على لقاح علاج تخصصي نتيجة إصابته بالمرض، أو اللي عندهم ردة فعل تحسسية. هذه كانت أخبارنا لليوم في وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعين الأعزاء، بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل راح نتحدث عن الجفاف، أسبابه ومخاطره. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، تقدرون دائما تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. بما أن احنا دخلنا في موسم الصيف، نعتبر احنا الجفاف من المشاكل الصحية اللي ممكن يتعرض لها الشخص عندما يفقد كمية كبيرة من السوائل، وقد يسبب هذا الشيء مضاعفات وأمراض لا تحمد عقباها. عشان نتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع، يسعدني يكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة حصة أحمد، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة حصة. صباح النور والسرور أستاذتي. لو بداية نتحدث عن الأسباب اللي ممكن أن تؤدي إلى الجفاف. طبعا نحن نعرف أن الماء له دور أساسي في تنظيم العمليات الفيزيولوجية وفي تنظيم وظائف الجسم ككل. فأي اختلال في توازن الماء أو نسبة الماء في الجسم طبعا يؤدي لمشاكل صحية في الوقت الحالي وأيضا في المستقبل ممكن يأثر علينا. في عندنا أسباب كثيرة تؤدي للجفاف، منها الأسباب البسيطة نفس مثلا عدم شرب كمية كافية من السوائل. الواحد مرات ينسى يشرب ماء، ينسى يتذكر يوم يعطش. فنحن لازم نحاول دائما نشرب ماء باستمرار، ما نتريى العطش عشان نشرب الماء. في مشاكل ثانية نفس عزكم الله الإسهال أو الترجيع. عند الإصابة طبعا بالإسهال أو القي نفقد كمية كبيرة من السوائل، فهني نحن لازم نعوض كمية السوائل اللي نفقدها ونشرب كمية أكبر من اللي نحتاجه من الماء. ارتفاع في درجات الحرارة أيضا تسبب الجفاف. في مشاكل طبية أخرى نفس أمراض الكلى، الأشخاص اللي يعانون مثلاً من فرط في التعرق، هذيل لازم يشربون كميات ماء أكبر من اللي هم يحتاجونها عشان يعوضون السوائل اللي هم يفقدونها خلال فترة النهار أو خلال فترة اليوم بشكل عام. في بعد ناس تعاني مثلاً من التبول الزائد. أيضاً هذه المشاكل الصحية تحتاج إلى تؤدي إلى الجفاف في نفس الوقت، في نفس الفترة اللي هم يعانون فيها من المرض، أو أيضا على المدى البعيد. صحيح. طيب أستاذي، لو نتحدث عن الأعراض اللي ممكن واحد يحس فيها، أنت ذكرتي بعضها لكن إذا نذكرها مرة ثانية بالتفصيل أستاذة عن الأعراض الجفاف. أعراض الجفاف تختلف من مرحلة لأخرى. يعني الجفاف عندنا نقدر نوعا ما نقسمه لثلاث مراحل، اللي هو الجفاف الخفيف، يعني تقريبا فقد 5% من السوائل الجسم من السوائل الموجودة في الجسم، أو الجفاف المتوسط، أو الجفاف الشديد. العطش
ما يعد هو دائما يعني مؤشر أولي. مبكر للنزول. احنا دائما نقول إذا حسيت بالعطش هذا معناته جسمك already دخل في مرحلة الجفاف، صحيح؟ يعني إذا نحن اليوم نحس بالعطش خلاص نحن يعني دخلنا في مرحلة الجفاف من فترة، فنحن لازم مثل ما ذكرت أن نحاول نشرب الماء باستمرار، حيث أنه ما ترى يعني يوم عطشان أنا أصير أشرب ماء، لا من قبل. صحيح. طبعا الأعراض تختلف في الرضع، تختلف في البالغين، لأن نفس ما نعرف الأطفال الرضع الصغار ما يعرفون أنهم جسمهم يحتاج ماء، ما يقدرون يعبرون عن مشاعرهم أن أنا عطشان أعطيني ماء أو شيء. ففي بعض الأعراض اللي نشوفها فيها في الرضع نفس مثلا جفاف الفم أو اللسان، عدم نزول الدموع بكمية كافية مثلا أثناء الصياح، أو جفاف الحفاظات لمدة على الأقل 3 ساعات أو أكثر. نلاحظ أن الأطفال يبين على وجههم التعب، عيونهم تكون شاحبة، في سمرار حوالين العين، هاي أعراض الجفاف عند الأطفال أو الرضع. البالغين اللي هو العطش الشديد، انخفاض عدد مرات التبول، أو أن البول يكون لونه غامق، كل ما زاد لون البول كان أغمج معناته أن الجسم يعاني من كمية كبيرة من الجفاف، نسبة كبيرة من الجفاف. أعراض ثانية ممكن تشمل الدوخة، التشوش، عدم التركيز، لأن نفس ما قلت لك الجفاف يأثر على الوظائف في الجسم، فكل عضو في جسمي بيختل توازنه وبيتأثر إذا أنا ما شربت كمية كافية من الماء. يعني تقريبا نسبة كبيرة من الجسم مثل العضلات، الدم بكبره أصلا يعني نسبة كبيرة منه من الماء، فتخيل إذا أنا ما شربت كمية كافية من الماء، الدم اللي موجود في جسمي بينزل، جميل. جسمي ما بيقدر إنه يوزع الأكسجين في الخلايا بشكل منتظم، فبالتالي هني بتبدأ الأعراض تظهر عندي. صحيح. وشو عن عوامل الخطر؟ إذا تشرحين للمستمعين عن عوامل الخطر اللي ممكن تؤدي للجفاف. عوامل الخطر اللي ممكن تؤدي للجفاف اللي هم عندنا إحنا نقدر نقول تقريبا 4 مجموعات أو 4 مرات أو 4 أصناف من الناس هم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف. نفس ما ذكرت الرضع والأطفال، لأنهم يعني هم عندهم القابلية الكبرى للإصابة بالإسهال، بالقي، خصوصا حديثي الولادة، لأن يعني النظام الغذائي عندهم الطفل داخل على مرحلة جديدة، يشرب حليب، الأم ترضعه، فهني يستوي يعني يستوي نفس، ما نقول اختلال في الوظائف الفيزيولوجية، لا الطفل مو متعود على الحليب، فهني ممكن أنه يسهال أو مثلا يرجع وايد، فهو أكثر عرضة للإصابة بالجفاف. عندنا كبار السن بعد، كل ما زاد العمر كل ما قل مخزون الماء في الجسم. أيوة. طبعا هذا بسبب مثلا خفض نسبة العضلات في الجسم، حتى الجسم نفسه قدرته على الاحتفاظ بالماء تقل. هني لازم نحن نحاول أن نحافظ على كبار السن عندنا، نذكرهم أنهم يشربون ماء باستمرار، خصوصا كبار السن أصلا يعانون من أمراض مزمنة عادة، مثلا نفس السكري، الضغط، أمراض في الكلى، فهاي الأشياء بعد تزيد من حاجتهم للماء، الماء خلال اليوم. حتى الأشخاص العاديين المصابين بالأمراض المزمنة هذينهم بعد لازم يشربون كمية أكبر من الماء، ويحاولون يسيطرون على المرض نفسه، لأن حتى المرض نفسه ممكن يزيد من نسبة احتياجه للماء. وأيضا كشخص بالغ، شخص طبيعي صحي، أي وقت نحن نصاب بأي زكام، إنفلونزا، حمى، حتى بلاعيم، هني نحن كمية الماء نشربها تقل طبيعتنا، لأن نحن خاصة مثلا فيني احتقان ما أقدر أشرب كمية كبيرة. صحيح. من الماء. فهاي الأشخاص بعد معرضين أكثر للإصابة بالجفاف. وطبعا الجفاف نفس ما قلت لك فيه مراحل، في مراحل أنا أقدر أعالجها بروحي في البيت، أشرب أشرب ماء ولا بكمية كبيرة، ولا يعني أحاول أعوضها في البيت، أو في مراحل تحتاج لتدخل طبي من الطبيب.
طبعا احنا نحاول ما نوصل لهاي المرحله قبل ما صحيح. نحاول نشرب الماي باستمرار، او نعوضه بتناول مثلا الاطعمه اللي تحتوي على كميه كبيره من الماي، نفس الفواكه والخضروات وغيرها من الوجبات. هذه جزء من الوقاية. هل في أشياء ثانية احنا ممكن نقي نفسنا أيضا من الإصابة بالجفاف؟ نحاول مثلا ما نتم فترة طويلة في الشمس، خصوصا احنا عندنا الجو وايد الحين هي حار، دخلنا موسم الصيف والحر هي فنحاول نتجنب أشعة الشمس اللي تكون دايركت تضرب علينا عشان نقلل من نسبة التعرق، لأن في هاي الحالة مثلا الجسم بيحاول أنه يفرز عرق قد ما يقدر عشان صحيح. يحاول يبرد الجسم، بس هالشيء يسوي نفس ما نقول ضرر عكسي، يعني صحيح. هو بيطلع سوائل أكثر من اللازم يطلعها إيه. في اليوم العادي، فبالتالي أنا ما بقدر أعوضه في خلال مثلا نص ساعة أو شيء، فهني ممكن مثلا تسبب لنا ضربة شمس، دوخة، في ناس ممكن حتى تسبب لهم أغماء أو غيرها. طبعا في طرق الوقاية من الجفاف تكون أولا بشرب كمية كافية من الماء. صحيح. لما أقول أنا كمية كافية من الماي، دائما نحن نسمع أن اشربوا 8 أكواب من الماي في اليوم، اشربوا 8 أكواب من الماي في اليوم. طبعا الاحتياجات اليومية تختلف. للماء تختلف، صح، تختلف من شخص يعني لا لآخر. يمكن يعني الطفل والبالغ يشرب نفس الكمية، يعني هذا الشيء يعني مش منطقي، صحيح؟ صح، أي يعني تختلف على حسب العمر، أي على حسب الجنس، الوزن، مثلا حتى الوزن أحس الوزن، يفرق. أي نسبة الكتلة العضلية، غيرها. بس نحن نقدر نقولكم يعني تقريبا تقريبيا. تقريبا الشخص البالغ للرجال يحتاجون تقريبا 3.7 لتر من السوائل يوميا، أي ما يقارب يعني نقدر نقول تقريبا 15 إلى 16 كوب في اليوم. هذا انت ضاعفتي عدد الـ8 أكواب. شوفي 8 أكواب يعني اي أقل شيء أقل شيء أقل اقل شيء، بس شيء. اي عشان أحافظ على سلامة جسمي المفروض أشرب أكثر من 8 أكواب، و8 يعني رقم معقول، الناس اي تقدر تتذكره، فممكن أنها تشربها بكمية صحيح. يعني باستمرار. النساء وطبعا هاي 15 كوب اللي أنا أقول لك عنهم للرجال مش شرط أنه يكون مية ماي بالمية من الماي، صحيح. نقدر 20% من هاي الاحتياجات ناخذها من المصادر الأخرى، مثل ما ذكرت الفواكه العالية الفواكه، في الماي، الخضروات حتى. العصاير، الشوربة وغيرها. صحيح. أما النساء فهم يحتاجون تقريبا 2.7 لتر من السوائل يوميا، يعني لتر واحد أقل من الرجال. طبعا هذا بسبب اختلاف بنيتهم الجسمية. أي بنية الجسم، صح، ان الرجال عندهم كبيرة من العضل فهم يحتاجون كمية اكبر من الماء، يعني تقريبا 10 أكواب أو أكثر شوي. تقريبا 11 إلى 12 كوب من السوائل يوميا. تمام أستاذ حصة، الحديث معك جدا شيق والمعلومات اللي أعطيتينا جدا رائعة. شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك القيمة، يعطيك ألف عافية أستاذتي. الله يعافيك وشكرا على الاستضافة. كانت معنا الأستاذة حصة أحمد، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي، وحدثتنا عن الجفاف، أسبابه ومخاطره، وأيضا عطتنا طرق الوقاية منها. مستمعين الأعزاء، بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل راح نتحدث عن قسم الأعصاب في مستشفى راشد. فاصل قصير وراجعي لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون مستمعين الأعزاء تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006.
نعتبر قسم الأعصاب في مستشفى راشد من الأقسام الطبية الرائدة اللي تقدم خدمات جدا متميزة للمرضى، طبعا وفق لأفضل البروتوكولات والممارسات العالمية في هذا المجال. وعشان نتحدث أكثر عن هذا القسم والخدمات اللي يقدمها للمرضى، يسرنا أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة نوف سعيد التلاي، استشاري الأمراض العصبية في مستشفى راشد. صباح الخير دكتورة نوف. أهلا، صباح النور عليكم. دكتورة، لو تحدثينا عن الخدمات اللي يقدمها قسم الأعصاب في مستشفى راشد للمرضى بشكل عام. الخدمات اللي يقدمها قسم الأعصاب مستشفى راشد تتضمن، بالأصح ممكن قسمها على 3 أقسام، هي قسمات الحالات الطارئة اللي هي عن طريق قسم الطوارئ يعني تتوصل، والقسم الخدمات الأخرى اللي هي خدمات المرضى الداخليين، سواء اللي يكونون منومين تحت قسم الأعصاب أو الاستشارات الداخلية للمرضى المنومين تحت الأقسام الأخرى، بالإضافة إلى آخر شيء لأقسام المرضى الخارجيين، وتتضمن العيادات الخارجية وقسم تحقيق الدماغ وفسيولوجية الأعصاب. جميل جدا. وشو عن الإمكانيات التقنية والطبية اللي يمتلكها هذا القسم؟ الحمد لله، يعني قسمنا في الفترة الأخيرة في وايد إمكانيات بدأ يمتلكها، يعني في تطور من ناحية التقنية والطبية. واحد من هالأشياء اللي هي التدخلات الجراحية، خاصة حالات الجلطات الدماغ. ثم تعرفين مستشفى راشد صار يمتلك مركز الجلطات الدماغية، واللي هو التدخل الجراحي اللي هي بالقسطرة، وهاي الأمور لحالات الجلطات الدماغية. نفس التدخلات الجراحية بعد أضافت لأمراض الحركة اللي هي أكثرها مرضى الباركنسون. بالإضافة تم توظيف الذكاء الاصطناعي في توفير الرعاية الصحية لمرضى الأعصاب، وهني نحن نتكلم عن عدة بنود منها، اللي هي منها العلاج عن بعد اللي هو نستخدمه اللي نسميه التليميديسن، خاصة في الوضع الحالي مع الكوفيد 19 وصعوبة دخول المرضى وحضورهم للعيادات، فنستخدم التليميديسن بحيث أن المريض يقدر يتعامل مع الدكتور عن طريق فيديو كول، يناقشون في الحالة الدكتور ممكن يشوف المريض ويكون في عندهم نقاش على الموضوع. طبعا هذا يكون لمتابعة الحالات مش للحالات الجديدة دكتورة، صحيح؟ في معظم الأوقات تكون لمتابعة الحالات، بس أحيانا في بعض الحالات مثلا عندنا بعض المرضى يكونون حتى اللي نحن عندهم تخوف من حضور المستشفى. أيوة. فإذا كان هالحالات نحن نستثنيها، خاصة إذا مثلا كان الصداع، ففي حالات اللي نحن نقدر مثلا شوية نقدر نتعامل مع المريض بدون ما نحتاج فحص سريري ضروري في نفس الوقت، نمشيها على الأقل مرة أو مرتين على حسب احتياج المرضى. بس مثل ما قلتي الأغلب نحن نسوي أصلا لمتابعة الحالات. صحيح. ونفس الشيء من هالناحية بعد اللي هو توظيف الذكاء الاصطناعي، كان عندنا استخدام الروبوت خاصة مع تعاملنا للمرضى اللي في العيادات الأولية. كيف نستعمل الروبوتات دكتورة؟ هذا شيء جديد يعني. الصراحة نحن استخدمناه من فترة، يعني من كم من سنة الحين نستخدمه مثلا مع عيادة البرشة. فالمريض بدال ما يجي لمستشفى راشد ويحضر العيادة مستشفى راشد، يحضر يكون في روبوت العيادة الأولية، وهذا الروبوت تكون في شاشة، فالدكتور يكون موجود، دكتور الأعصاب يكون في تواصل مع المريض عن طريق الشاشة هذه. جميل. فنقدر نحن نشوف المريض، نقدر نتكلم وياه، نفس فكرة التلي ميديسن. بس الفرق عن التلي ميديسن إنه هو أوردي في العيادة، فإذا يحتاج فحوصات أو يحتاج أي تدخل هو أوردي موجود هناك. حتى الوظائف الحيوية يكون عليها وهناك، إذا هذا الأدوية يأخذها في نفس الوقت. فهذه هي الفرق ما بينها وبين التلي ميديسن اللي أنت ذكرتي سابقا. هاكي يكون قاعد في بيته أو في مكتبه ويحصل على الاستشارة والمتابعة، أما الروبوتات هذه هو يكون موجود في مركز الرعاية، وإذا كان محتاج مثل ما قلتي أدوية تدخل يفحصون الوظائف الحيوية بإمكانهم يسوون هذا الشيء أثناء وجوده هناك. صحيح بالضبط. طيب دكتورة، يعني نتحدث شوي عن أبرز الحالات المرضية اللي تراجع عندكم في القسم.
أول شيء مثل ما نلاحظ يعني الحمد لله يعني مجتمعنا صار مجتمع مثلا معمر، فعندنا كبار السن صار عددهم أكثر في الها في حالات أمراض الأعصاب في ازدياد. أيوة. ومن الأكثر الأبرز الحالات اللي موجودة عندنا اللي هي جلطات الدماغ، فنحن نستقبل حالات عدد كبير من جلطات الدماغ في نقدر نقول في الشهر مش حتى في السنة. جلطات الدماغ من أكثر الحالات، التصلب اللويحي اللي هو المالتيبل سكليروسيس أو الام اس المعروف بهالاسم، حالات الصرع بأنواعه، الصداع، أمراض الحركة وبالأخص الباركنسون، والتهاب الأعصاب خاصة كتوابع أو كومبليكيشن حين ما نقول مرض السكري. فهذا من أكثر الأمراض، هذه من أكثر الأمراض الموجودة عندنا اللي نحن نستقبلها في مستشفى راشد، بالإضافة إلى الحالات الأخرى، بس مثل ما نقول هاي أبرز الحالات الموجودة. دكتورة، مثلا بإمكانك تحدثينا مثلا، لأن أحس التصلب اللويحي والصداع جدا شائع صاير عندنا في الدولة، فشو الخدمات اللي احنا نقدمها لهم في هالمرضين؟ أول شيء لو بتكلم لك عن التصلب اللويحي، مستشفى راشد خاصة يعتبر من المراكز المتميزة توفير الخدمة الصحية لمرضى التصلب اللويحي. جميل. نحن نستقبل مرضى التصلب اللويحي من مختلف الإمارات، يعني مش على مستوى مستشفى على إمارة دبي، دبي والشارجة وعمان وقيوين وراس الخيمة، حتى من الإمارات الاختيار الشمالية، يعني مش فقط نغطي دبي، نغطي بعد الإمارات الشمالية أيضا، خاصة من ناحية التطور، من ناحية توفير العلاجات، ومن ناحية حتى التقنية في متابعة الحالة، من لو نقول نوع الأشعة، نوع الفحوصات الطبية المطلوبة، فكل من هالشيء. لأنه جدا مهم اللي يعانون من التصلب اللويحي إنهم يكونون في يعني الطبيب يتابعهم بشكل مستمر عشان يشوف تطور حالتهم ويعطيهم العلاج المناسب عشان يقللون من تطور المرض. دكتورة، صحيح؟ بالضبط، خاصة تعرفين معظم أدوية إن تكون تغير في جهاز المناعة ومن هالأمور، فمع تعرفين السنتين اللي طافت مع الكوفيد في وايد كان في تخوف من المرضى، فالمتابعات الدورية في هالموضوع دائما يكون بين المريض والطبيب. جميل جدا، وأتوقع عيادات الصداع متوفرة عندكم في المراكز الصحية الأولية أيضا دكتورة، صحيح؟ أيوة، ومن ناحية الصداع نفس الشيء، لأن بعد العدد جدا كبير، فنحن نوفر أول شيء نحن أصلا عندنا عيادة اللي هو نحن نقول الصداع والشقيقة، يكون عندنا يوم الثلاثة الصداع النصفي، يعني الصداع النصفي أيوة مرتين في الشهر، بالإضافة إلى اللي كل أثنين تكون عندنا عيادة الصداع ثم عيادة مد الحمر والبرشة، فيكون دكتور الأعصاب موجود هناك، يكون بس للأنواع الصداع المختلفة. حسب ما وصلني هي عيادة جدا يعني عليها طلب كبير. هي ما شاء الله، لأن نحن كنا بادينها ما كانت أسبوعيا، بس لأن عدد المرضى كان كبير فصارت أسبوعيا، وفي تزايد ما شاء الله في عدد. دكتورة نوف يعطيكم ألف عافية، لأنكم أنتم دائما تشوفون المستفيدين شو يحتاجون وتقومون بتوفير كل ما يحتاجونه من أشياء، وتتابعون كل المستجدات بشكل دائم. واجبنا. فبما أن احنا تحدثنا عن الحالات والإمكانيات، دكتورة حدثينا شوي عن الإنجازات اللي حققها القسم خلال الفترة الماضية. الإنجازات اللي حققها قسم الأعصاب في الفترة الماضية، كان واحد من أهم الأشياء صراحة هي خلق بيئة متجانسة ومحفزة بين الأطباء، يعني للعمل كفريق طبي متميز قادر على توفير رعاية صحية ذات جودة عالية للمرضى. والحمد لله القسم في حالة تطور من هالناحية، يعني من ناحية العدد وتوفير الإمكانيات نفسها. والشيء الثاني، حتى نفس الفريق الطبي مثلا مقسم عندنا، مثلا يكون مسؤولين عن يعني في عندنا ناس يعني الأطباء الموجودين في عندهم دائما متحفزين انهم يعملون بحوث الطبية وهذه الامور. جميل. وبالاضافة الى ان نحن صار عندنا مثل ما قلت قبل شوية اللي هو انشاء مراكز متميزة متخصصة في امراض الاعصاب المتشللة عندنا، مثل التصلب اللويحي، جلطات الدماغ، امراض الحركية مثل باركنسون، وامراض العصبية والعضلية. جميل جدا. والنفس التوجه اللي صاير عندنا انه هي تأهيل الكوادر الوطنية
خاصة المواطنة من ناحية التطوير المهني. فنحن عندنا في قسم الأعصاب برنامج تخصص الأعصاب للأطباء المقيمين اللي هو البورد السعودي. هذا شيء جديد دكتورة أتوقع. من 2013. فالحمد لله عندنا كم من دفعة تخرجت أوريدي. ما شاء الله. وكملوا في الزمالة وهاي الأمور. فوجود هذا البرنامج ساعد أن يكون عندنا كوادر طبية متخصصة في الأعصاب في مجال الأعصاب. صحيح. ونفس الشيء أن مثل ما قلنا يعني الحمد لله كفريق طبي في قسم الأعصاب دائما يكون عندنا موفرين بيئة تعليمية وتدريبية للأطباء المقيمين من مختلف الأقسام وحتى من خارج مستشفى راشد وطلاب الطب. فنستقبل نستقبلهم مثلا من مختلف الجهات مثل كلية دبي الطبية جامعة الشارقة وجامعة محمد وراشد. جميل جدا دكتورة. لو نتحدث أيضا عن التعاون ما بين القسم وغيره من الأقسام وبالأخص مركز الإصابات والحوادث اللي عندنا في مستشفى راشد. أيوة هناك في تعاون كبير بيننا وبين يعني بين قسم الأعصاب وبين مختلف الأقسام في مستشفى راشد بشكل عام. بالأغلب قسم الباطنية وجراحة الأعصاب والالتهابات. ومثل ما تفضلتي مركز الإصابات والحوادث بس حبيت أضيف عليها اللي هو مركز الأسعاف. خاصة إحنا نتكلم هنا عن الحالات الحرجة من الأعصاب اللي هي الحالات تتعامل مع حالات الجلطات الدماغية. صحيح. فطبعا من الضروريات إن يكون مستشفى راشد مركز الجلطات الدماغية اللي هو تأهيل الكوادر اللي موجودة عندنا خاصة في مركز الأعصاب وتوفير التدريب لهم. فكان في تعاون بيننا وبينهم مع قسم الأشعة فهذا ساعد بشكل كبير في اكتشاف الحالات الجلطات الدماغية بشكل مبكر وعلاجها. لأن مثل ما نعرف يعني كل ثانية تمر بوجود حال بوجود الجلطة الدماغية ملايين من الأعصاب تموت واللي صعب أن ترجع. صحيح صحيح. دكتورة هل في من نصائح أخيرة حابة توجهينها للمستمعين قبل ما نختم فقرتنا لليوم؟ من الأشياء اللي أنصح فيها المستمعين خاصة مرضى الأعصاب بشكل عام اللي هو الالتزام. الالتزام من ناحية الالتزام بالمواعيد وبالأدوية لأن في وايد أشياء خاصة إحنا عندنا كثير من الأمراض هي مزمنة. فبعض من المرضى مثلا يملون من استخدام. صحيح. تعرفين فشو يصير انت ما قلت تدهور الحاله بشكل اكثر عن يقولون للمتى يعني بناخذ الادويه. وانا دائما اقول لهم خذوها كشيء بسيط. صحيح. مثلا كانك تاخذ فيتامين كل يوم او شيء من هالناحيه. اسلوب الحياه جدا ضروري ان الواحد يحافظ على اسلوب الحياه لان هذا يجنبنا من عده اشياء. صحيح. من ناحيه النوم والرياضه والاكل الصحي. صحيح دكتوره. هاي الأشياء ونحن دائما موجودين لخدمة المرضى. دكتورة نوف سعيدة اللاي استشاري الأمراض العصبية في مستشفى راشد شكرا على معلوماتك جدا قيمة ووقتك الثمين. يعطيك ألف عافية. شكرا لكم على الاستضافة. كانت معنا الدكتورة نوف وحدثتنا عن قسم الأعصاب في مستشفى راشد وحدثتنا عن العديد من الخدمات اللي يقدمها هذا القسم داخل نطاق المستشفى وأيضا في المراكز الصحية الأولية. القسم يقدم استشارات عن بعد. القسم يستغل الذكاء الاصطناعي وقام باستعمال الروبوتات أيضا في جلسات الاستشارة. إلى جانب أيضا حدثتنا الدكتورة عن عيادات الصداع الموجودة في المستشفى وأيضا الموجودة في المراكز الصحية الأولية. فاللي حاب يستفيد من هذه الخدمات دائما يقدر يتصل على رقم اتصالنا الموحد ويقدر يحصل على أي من هذه الخدمات. والدكتورة أيضا نصحت أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة الالتزام بالمسار العلاجي لهم ويعتبرون هذا الشيء مكمل لحياتهم إلى جانب مثل ما قالت الدكتورة الماط الحياة الصحية. دائما لازم الواحد يحط في باله أنه يتبنى نمط حياة صحي عشان حياته تكون أكثر صحة وأكثر سعادة وأكثر فعالية أيضا.
مستمعين الأعزاء في الدقائق الأخيرة قبل ما نختم حلقتنا، أنا حابة أستغل وأذكر المستمعين أن صحة دبي بدأت بتطعيم الفئة العمرية من 12 ل 15 عام بلقاح فايزر بايونتك. أجازة وزارة الصحة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر بايونتك للفئة العمرية ما بين 12 و 15 سنة. أصبح هذا اللقاح متوفر للأشخاص من 12 سنة وطالع. طبعا احنا ننصح الأشخاص وننصح أولياء الأمور اللي عندهم أبناء يعانون من أمراض مزمنة بضرورة أخذهم لهذا اللقاح في أقرب وقت ممكن، وأيضا الأطفال اللي ساكنين مع كبار السن أو مع أشخاص يعانون من أمراض مزمنة أيضا، وأيضا إلى جانب الأفراد اللي مو قادرين يحصلون على التطعيم لأسباب صحية، احنا ننصح هؤلاء بضرورة أخذهم للقاح في أقرب وقت ممكن. اللقاح مش متوفر كل مكان، اللقاح متوفر في أماكن معينة فقط، موجود في مستشفى لطيفة ومستشفى حتى، موجود في ثلاث مراكز صحية تابعة لهيئتنا في مركز المزهر وزعبيل والبرشة. كل مواعيدنا لأخذ التطعيم تكون عن طريق حجز مسبق، إما من خلال الاتصال على رقم اتصالنا الموحد 800-342 أو من خلال تطبيق هيئة الصحة في دبي. وأيضا اللقاح متوفر في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، يقدرون يحجزون، تقدرون تحجزون عن طريق التواصل المباشر مع المستشفى. لكن في الأماكن الثانية مثل ما قلت لكم، يا أما تتصلون يا أما تستعملون تطبيق هيئة الصحة في دبي. جدا مهم أن أنتوا تكونون على علم بأن الطفل إذا كان يعاني من أي أعراض أو حمى خلال آخر 3 أيام المفروض ما يحصل على اللقاح، لين ما يعني يأجل موعد أخذه للقاح لين ما تستقر حالته. وايد مهم أنكم تبلغون مقدم الخدمة بالتاريخ المرضي للطفل، وأيضا إذا كانت عنده أي أعراض أمراض مناعية. مثل ما هناك في فئات احنا مستهدفينها، في فئات احنا مستثنينها، الاستثناء جدا قليل مستمعينا الأعزاء. احنا مستثنين فقط الأشخاص اللي يعانون من حالات نشطة بكوفيد 19، بس يقدرون طبعا يحصلون على لقاحهم بعد مرور 10 أيام من إصابتهم إذا كانت حالتهم طفيفة أو بسيطة. لكن إذا شوي كانت حالتهم شديدة واضطروا يدخلون مستشفى أو اضطروا يحصلون على علاج تخصصي، هني قرار أخذهم للقاح يرجع للفريق الطبي اللي أشرف على علاج هذا الطفل. والفئة المستثنينها الثالثة اللي أصلا عندهم ردة فعل تحسسية لأي من مكون من مكونات اللقاح، أو كانت عندهم ردة فعل تحسسية من لقاحات سابقة مش من لقاح كوفيد. مستمعين الأعزاء، التطعيم هي إحدى المفاتيح الرئيسية عشان إحنا نتجاوز هذه الجائحة وننتقل إلى مرحلة التعافي ويعني نتجاوز الجائحة هذه ونوصل للتعافي ونرجع لحياتنا مثل ما كانت في السابق. فاللي ما بادر بأخذ اللقاح يبادر بأخذه للقاح، واللي عنده أطفال من عمر 12 ل15 سنة ويقعون من ضمن الفئات اللي احنا مستهدفينهم يبادرون بأخذ موعد لحصولهم على اللقاح في أقرب وقت ممكن. هذه كانت حلقتنا لليوم مستمعينا الأعزاء، كل الشكر لحسن استماعكم لنا، كل الشكر لحسن متابعتكم لنا. أشكر فريق هيئة الصحة اللي قام بإعداد هذه الحلقة، وطبعا ما ننسى الأستاذ إسراء الهاشمي كل الشكر لتنسيقها ومتابعتها، وأيضا مخرجنا الأستاذ أيمن سرحيل كل الشكر لإخراجك المبدع. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.